يو، السلام عليكم دراري من الناس، معكم توكسيك في فيديو جديد. ولكن انت اول مره كتدخل القناه ما تنساش تخبط معاك ديك السبسكرايب. لكن انت جديد فلاشين، ونحاول نوصل هذا الفيديو لاكثر عدد ممكن من اللايكات. باش نطوش عليكم في هذا الفيديو، غادي نديرو يعني كيفاش انستالي بريمير برو 2015. سي اللي هي واحد النسخة واعرة كنصحكم بها، اللي هي كتخدم على الأجهزة القوية والضعيفة في نفس الوقت، واللي كيخدمو فيها بزاف ديال لي زيفي، ويعني كنصحكم بها بزاف. أنا وليت كنخدم بها مؤخرا، كتجيني أحسن من كاع النسخ الآخرين، لا جداد لا قدام. يعني هي متطورة وزوينة في الواجهة ديالها، وفي نفس الوقت خفيفة بالنسبة للأجهزة الضعيفة، ومفيهاش اللاج، وفيها الإكسبورت بزربة سريع. المهم، أول خطوة أنكم تيليشارجيو الفيشي ديال يعني البريمير برو من الديسكريبشن، نخلي لكم في الديسكريبشن اللي هو هذا. بريمير برو اللي هو على شكل يعني في شي ديال تورنت، اي تورنت. بغيتي يعني الا ما كنتيش عارف شنو هي اي تورنت، يعني كنتي عارف شنو هي اي تورنت تعرف غاتانستالي اي تورنت من جوجل عادي. غتقلب هنا اي تورنت، هذه تدخل للسيت و تانستاليها. ملي تانستالي اي تورنت هذه بحال اي بروغرام، هذه غادي تدخل هذا الفيشي ديال اللي تخلي حطيت في الديسكريبشن ديال بريمير برو، تدخل يدخلك بحال هكا اي تورنت، غدير بحال هكا يس. غطلع لك بحال هكا، هذه ما طلعتش بحال هكا خضراء، تبارك عليها. طلعلك واحد الشاشه بحال هكا، دير ما دير انت حتى حاجه، دير واحد اللعيبه فين تحط طلع لك زعما فين تحط شنو سميتها، فين تحط الفيشي ودير اوكي صافي. و سميتو غات اكستراكا، يعني بحال وين رارو غات اكستراكا فين حطيتي الفيشي. يعني اللي ما فهمش يعني كيفاش يديرها يقدر يقلب في يوتيوب كيفاش تخدم اي تورنت ولا اكستراكي شي حاجه من اي تورنت، غتلقاها بالزربه في يوتيوب. المهم ملي تكون اكستراكيتي شنو سميتها الفيشي ديال اي تورنت اكستراكيتي عندك، غادي تدخل له. المهم الخوت ها هو الفيشي، غيخرج لكم نيت اكستراكي ادوب بريمير بروسيس 2015 فيرسيون 9 بلس كراك. تدخلوا له بحال هكا، غتلقاو ثلاثه لي فيشي بحال هكا. اول حاجه تدخلوا ادوب بريمير برو سيس 2015 الدوسي، غادي تبركوا على سيت اب بحال هكا، يرضى عليات لكم هاد الميساج هذا، ديروا انيور وغادي تستناو هاد اللعيبه تشارجي بحال هكا. هاد انيشاليزينغ انستالر تشارجها بالزربه، كدي تقريبا دقيقه ولا اقل. حنا نتسناوها ونرجع نتسناها تشارجها ونرجع لكم. المهم من بعد الخوت كطلع لكم هاد الواجهه بحال هكا. اول حاجه نتوما غديروا تراي، هادي ما ديروش انستال قبل ما تبركوا على سنين الخوت. اول حاجه غتمشيو تقطعوا الكونيكسيون، لو كان عندكم واي فاي نتوما عارفين كيفاش تقطعوا، لو كان عندكم كونيكسيون عاديه غادي ديروا هنايا بحال هكا، غدير بحال هكا كليك طوا، غدير اوبن نيتورك اند شارين سنتر. غادي شنو سميتو غتبركو هنايا على انترنت، وغديرو هنا ديزابل بحال هكا، بلا ديزاكتيف الانترنت. المهم هاي ديزاكتيفات الانترنت هنايا. من بعد كترجعو كتبركو على سنين، كتبدا تشارج واحد اللعيبه، كطلع لك هاد الواجهه، كدير هنا سنين ليتر، ما كديرش ريتري، كدير اكسبت. كتبرك على هنايا هذا بريمير بروسيس 2015، تختار فين تانستالا، تختار اللغه اللي بغيتي في هذا الانجليش، دير انستال وكتبدا تانستالا معاك الخوت. انا ديجا مانستاليها بلا ما يعني بلا ما نعاود نانستاليها مره اخرى. كطلع لكم كتبدا تشارج هذيك، تبرك انستال كتبدا تشارج هذيك، طلع لكم واجهه الاخر اما لان شنو ولا كلوز. حتى ما ديرش لان شنو باش ما تدخلكش، حيت خصنا نكراكيوها. غدير كلوز، هانت ملي غدير كلوز غتلقاها اصلا في البيرو تانستالات. انا نخرج من السيت اب حيت ديجا مانستاليها، غادي نخليو الكونيكسيون ديزاكتيفيا. ملي سميتو غتانستالي السيت اب غتلقى عندك بريمير برو تحطات اما في البيرو، ولا ما تحطاتلكش البيرو هادشي على البلاصه فين انستاليتي هنايا يوزر، ولا هادشي هنايا البروغرام فايل فين انستاليتيها. غتمشي لادوب هذا بريمير بروسيس 2015، هاي هنايا. دابا غنمشيو شنو سميتو، غادي نمشيو للفيشي ديال الكراك، نرجعو له نفس الايفيكت هو هذا. غادي تخرجوا من هاد اللعيبه ديال ادوب بريمير بروسيس 2015، دخلوا للدوسي ديال الكراك،
هتشدو هاد ام تي ام تليب ولا ما شنو بوينت ال ال ديرو لا كوبي هتشوف سي فين انستاليتو البروغرام عاوتاني ادوب بريمير برو وتحطو هنايا بحال هكا تشوف اي بلاصه هنايا ديرو باست ولا كولي ديرو ريبليس ديرو كونتينيو. انا ديجا حط كراكيت وديجا حطيت الفيشي هنايا يبدا من عاد تحطو مره اخرى ملي كتحط هذاك صافي كيتكراك معاك مزيان. ولكن اخر حاجه قبل ما تدخل بريمير برو اللي هو هذا ضروري خصك دير واحد اللعيبه اللي هي بعدا تاكتيفي الكونيكسيون. هنا ناكتيفي الكونيكسيون دخل شونج ادابتر سيتينغز كتبرك عليها هذا الانترنت شي مرات وكتبدا تاكتيفي معاك الانترنت. كيما تشوف هاي تاكتيفات معنا الانترنت ملي كتاكتيفي الانترنت كتمشيو هنا الى كيما كان عندك الويندوز كتبرك هنا وكتقلب لك عندك ويندوز 10 ولا 8 ولا كتمشي تقلب على واحد الحاجه تبرك على السيرش ولا شي حاجه المهم كيما كان عندك الويندوز كتقلب على الا كان عندك ويندوز فرونسي غتكتب غتكتب تكتب ف غتكتب ف شي حاجه ما عرفتش. المهم الا كان عندك ويندوز بلونك غتكتب فاير وول فاير وول ولا ماشي هاي ويندوز فاير وول كتكون في ويندوز اس كامل عند ويندوز فاير وول. ملي اطلع لك بحال هكا هاد الواجهه بحال هكا غتجبرك على ادفانسد سيتينغز كطلع لك واجهه بحال هكا ديال ويندوز فاير وول. كتبرك على هاد اند بوينت رولز كدير نيو رول بحال هكا كتشيل هنايا البروغرام كدير نيكس كدير هنايا طلع لك كتبرك على ديس بروغرام باس كدير بروز كتشي فين انستاليتي البريمير برو ديالك كتهبط كدير بحال هكا كتلكس الاد بريمير برو كدير نيكس كدير بلوك ذا كونيكشن نيكست كتسليكسيوني الكامل نيكست هنا كتسميها شي تخربيقة المهم مثلا كتبغي نسميها نسميها بي اغ بلوك هكا ولا شي تخربيقة المهم هاي بي اغ بلوك نكوبيو بحال هكا باش نعرفها صافي كدير فينيش وكتكريي لك واحد الحاجة انا ديجا كرييتها يعني بلا ما نعاود نبقى نكريي فيها كدير فينيش وكتكريي لك واحد اللعيبة هنايا سميتها كتسميها كيما سميتي انت مثلا سميتي بي اغ بلوك كطلع لك هنا سميه بي اغ بلوك هنايا واحد واحد العلامه حمراء بحال هكا. المهم انا سميتها بلوك ادوب بريمير برو سي 2015 درت فينيش وطلعت بحال هكا. كتمشي عاوتاني وكتكري هنا كتمشي الاوت بوند هادي رولز كدير نيو رول عاوتاني كدير بروغرام نيكس كدير براوز كتختار البروغرام ديالك ادوب بريمير برو نيكست كدير هادي كامل بلوك كونيكشن كدير هادو كاملين نيكست تسميها نفس السمية كدير هنا كونترول باست بلاتي تسميو بي ار بلوك وهنا شي تخربيقة بالزربة صافي كدير فينيش. انا درت كونسل حيت انتوما ديروش كونسل ديرو فينيش حيت انا ديجا مكرييها دير هاد العيبة هنايا هي يعني بلا ما ندير فينيش نكري واحدة اخرى درت هذيك درت كونسل باش نخرج من هذاك الشيء. المهم ملي كتكريوها كتخرجوا من كل شيء صافي دير ريفريش كترجعوا كتمشيو لما لقيتوش بريمير برو في البيرو تمشيو للسيف فين انستاليتو البروغرام بروغرام فايل ادوب بريمير برو كتبركو عليه بحال هكا بوطون دغوا سيند تو ديسكتوب كريت شورت كات كتكري لك واحد غاكورسي هنايا كيما هو انا ديجا مكري غاكورسي بلا ما نعاود ليك غاكورسي حدا المهم هو غاكورسي صافي كتدخل حنا نجربو ندخل ولا باش تاكدو معنا الخوت. هاهي كيما كتشوفو الواجهة ديالها. المهم الخوت ملي كتشارجا كطلع ليكم واجهة بحال هكا حيت حنا ديجا بلوكينا عليها الكونيكسيون كيما دخلنا الفاير وول قويلة بلوكينا عليها الكونيكسيون باش تبقى مكراكية كتدخل كتبقالك واجهة كحلة بحال هكا حيت مكايناش كونيكسيون ما طلع لك حتى حاجة هنا كتشيل فيل لو بغيتي تدخل بريمير برو كتبرك على فيل كتبرك على نيو بروجيكت كتسمي البروجيكت ديالك تخليه داكشي كيما هو هنا كدير اوكي كتسمي باش تخربيقة اوكي كتسنى يدخل لك وهاي دخلت الخوت هاي مزيان كما تشوفوا تابورتي ميديا. المهم يعني هاد الفيديو ما درتوش باش نصحح بريمير برو وانما درتو باش انستالي نوريكم كيفاش تنستالي احسن فيرسيون من بريمير برو خفيفه الاجهزه الضعيفه تابورتي في شي. المهم اللي بغا يعني الا بغيتو ندير لكم شي دوره ولا شي فيديو تيتوريال كيفاش تمونطيو بريمير برو قولوا لي في كومونتيرات راه دغيا نجاوبك ونحاول في
في اقرب وقت ممكن ندير فيديو على داكشي اللي قلتي. المهم متنسوش تبخلوا علينا واحد اللايك لا كان يعجبك الفيديو, متنسوش دير لنا واحد اللايك الا عجبك الفيديو, ودير سبسكرايب لك تي اول مره كتشوف لاشين باش دعمنا شويه وتحفزنا نزيدو فيديوهات اكثر. وخلي كيما ديما نخلي لكم النمرة ديال الواتساب ديالي في الديسكريبشن هي والانستغرام, اللي عنده شي تساؤل شي حاجه باغي يسولها شي حاجه باغيها نصيبها له شي تصميم راه كلشي كنجاوب عليه ومرحبا باي واحد يعني فابور بلا حتى حاجه نصيب لك مينياتير مونتيك شي فيديو. مرحبا بكم في الانستغرام في الواتساب. يلا نخليكم تانستاليو بريمير برو ديالكم. يلا فيكس عليكم.